بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. ومع هذه القصة حول لاعب كرة القدم السنغالي ساديو مان. Quel est le plus grand mythe à propos des personnes les plus riches de la terre? ما هي أكبر أسطورة فيما يخص à propos des personnes فيما يخص الأشخاص les plus riches de la terre, الأكثر غنى على الأرض. إذن ما هي أكبر قصة خيالية حول أشخاص أكثر غنى على الأرض؟ ساديو مان كان environ 10,2 millions de dollars par an et l'un des meilleurs footballeurs du monde. إذا نتكلم عن واحد من أحسن لاعبي كرة القدم في العالم. إذا نتكلم عن ساديو مان كان environ 10,2 millions de dollars par an et l'un des meilleurs footballeurs du monde. إذا نتكلم عن ساديو مان كان environ 10,2 millions de dollars par an. ساديو مان الذي يربح حوالي 10.2 مليونات من الدولارات par an. كما نتكلم عن 10,200,000,000 مغربية par an في السنة. إلا دي ميور فوتبولور دي موند. ثم هو واحد من أحسن لاعبي كرة القدم في العالم. ما إن فوتو تيليشارجي بار مان أبريزي لو كور دو نومبرو فون. ما إن فوتو تيليشارجي بار مان أبريزي لو كور دو نومبرو فون. لكن الصورة نزلت من طرف مان. المقصود هنا نتكلم عن صورة نزلت لمان. أبريزي لو كور دو نومبرو فون. كما نقول كسرت قلوب العديد من المعجبين بهذا اللاعب. Sur cette photo, certains ont vu Man avec un iPhone 11 dont la vitre était cassée. Sur cette photo, على هذه الصورة, certains ont vu Man avec un iPhone 11 dont la vitre était cassée. إذن البعض, certains, البعض ont vu. عندنا هنا لو فيغ فواغ في الباسي كومبوزي كما نلاحظ مصرف مع لوكسيليغ افواغ. سور سيت فوتو على هذه الصورة سيغتان اون في مان. إذن البعض أنهم رأوا مان افيك اون ايفون 11 بي ايفون 11 دون لا فيتخ اتي كاسي الذي كانت زجاجته الأمامية طبعا مكسرة. إذا نتكلم عن شاشة الهاتف المقصود أنه كان يحمل هاتفا شاشته تبدو مكسرة. De nombreux fans ont été stupéfaits et se sont demandé pourquoi Man n'achète pas tout simplement un nouvel iPhone. طبعا لو فيرب ستوبيفي المقصود به كما نقول صعقة أو باهتة. إذا نتكلم عن مجموعة معجبين ont été stupéfaits انهم صعقوا انهم بوهيتوا et se sont demandé pourquoi Man n'achète pas tout simplement un nouvel iPhone. ثم انهم تساءلوا لماذا Man لا يشتري ببساطه ايفون. اذا كما نلاحظ Man يحمل هاتفا بيده شاشته الاماميه مكسره كما يبدو. طبعا المعجبين هنا أنهم تساءلوا لماذا مان لا يشتري ببساطة آيفون جديد من كثرة انتشار الصورة. طبعا مان سيجيب عن هذه التساؤلات. Sa réponse conquit le public. Sa réponse conquit le public. كما نتكلم عن جوابه conquit. طبعا نتكلم عن الverb conquérir. نتكلم هنا عن الverb conquérir. Conquérir l'espace, يعني أنك تغزو الفضاء. Sa réponse conquit le public. إذا نتكلم عن جوابه أنه غزا الجمهور. المقصود أن جوابه انتشر أيضا عند الجمهور. تماما كما انتشرت صورته موضوع حادثنا هنا. Pourquoi voudrais-je des Ferrari؟ لماذا أنا أريد 10 سيارات فيراري؟ Pourquoi voudrais-je دي فيراري لماذا أنا أريد 10
سيارات فيراري، طبعا نتكلم عن سيارات من النوع الغالي. إذا أنا لماذا علي أن أشتري 10 سيارات من هذا النوع فامونتر أون ديامون؟ ثم لماذا علي أنا أن أشتري 20 ساعة من الدياموند إيدو جيت بريفي؟ ثم لماذا علي أن أشتري طائرتين خاصتين كيسكو سافوري بور لو موند؟ إذا هذا ماذا سيفعل للعالم؟ إذا اشتريت أنا آيفون جديد واشتريت كل هاد الأمور، ماذا سيزيد العالم؟ جو ني با توجو مانجي أمف، أنا لا أكل دائما لجوعي. جو ني با توجو مانجي أمف، جو ني با توجو مانجي أمف، أنا لا أكل دائما لجوعي. لجوعي طبعا نتكلم عن لفة يعني الجوع. إذن أنا لا أكل دائما لجوعي، المقصود هنا أنني لا أعمل فقط من أجلي شخصي، أنا لا أكل لجوعي بل أكل كما نقول لجوع الناس. جو ترافاي دون لي شون، أنا كنت أعمل في الحقول طبعا قبل أن أكون لاعب كرة قدم. جو جوي بيانو، أنا لعبت حافية القدمين. اي جو نالي با اليكول، اي جو نالي با اليكول، ولم أكن أذهب إلى المدرسة. اي جو نالي با اليكول، ولم أكن أذهب إلى المدرسة. لماذا؟ لأنني كنت فقيرا، كنت ألعب وأنا حافي القدمين لأنني كنت فقيرا وأنتمي لأسرة فقيرة. مانتونو الآن جو بو إيدي لي جون، الآن أستطيع مساعدة الناس. مانتونو جو بو إيدي لي جون، الآن أستطيع مساعدة الناس. جو بريفير كونستخوير دي زيكول et donner aux pauvres de la nourriture. Je préfère construire des écoles et donner aux pauvres de la nourriture et des vêtements. الآن أستطيع مساعدة الناس. Je préfère. عندنا le verbe préférer في الpréson au présent. عندنا فعل فضل. Je préfère. أنا أفضل. Construire. أفضل بناء des écoles. بناء مدارس. Et donner aux pauvres. ثم أعطي للفقراء de la nourriture et des vêtements. أعطيهم من الأكل وأعطيهم ملابس. J'ai construit des écoles et un stade. أنا بنيت مدارس وملعب. أنا بنيت مدارس وملعب. J'ai construit des écoles et un stade. أنا بنيت مدارس وبنيت ملعب. Nous fournissons des vêtements. Fournir يعني أنك تموين. Nous fournissons des vêtements. نحن نموين ملابس كما نقول. Des chaussures et de la nourriture. نحن نموين ملابس. Des chaussures. نموين أحذية. Des chaussures أحذية. Et de la nourriture. ثم نموين أطعمة. Aux personnes en situation d'extrême pauvreté. Aux personnes en situation d'extrême pauvreté. إذا نموين أحذية ثم نموين أكلا أو أطعمة. Aux personnes للأشخاص en situation يعني في وضعية. La situation مقصود بها الوضعية أو الحالة. D'extrême pauvreté كما نقول في أقصى الفقر. طبعا نتكلم مثلا عن l'extrême droite يعني اليمين المتطرف، كأنه يقع في طرف الشيء يعني أنه ما تيكونش في الوسط، كأنه يأخذ الجانب الأقصى. إذا نتكلم عن الإكستريميتي، أقصى اليمين أو أقصى اليسار في الشيء مثلا. إذا نتكلم هنا عن بيرسون اون سيتوياسيون ديكستريم بوفورتي، أشخاص في أقصى الفقر. كما نتكلم عن فقر مدقع بمعنى آخر. إذن أنا أفضل أن أمون ملابس وأحذية وأكل للأشخاص الذين هم في حالة فقر مدقع. النوتر كما نقول زيادة على هذا، النوتر إضافة إلى ذلك. النوتر جو دون 70 أورو بار موا à tous les habitants d'une région sénégalaise très pauvre afin de contribuer
à l'économie de leur famille. زيادة على هذا أنا أعطي 70 أورو par mois في كل شهر à tous les habitants d'une région sénégalaise لكل سكان جهة سنغالية لكل سكان جهة سنغالية très pauvre جد فقيرة afin de contribuer من أجل المساهمة à l'économie de leur famille فاقتصاد عائلاتهم أنا أعطي لكل شخص من جهة سنغالية فقيرة أعطيهم 70 أورو في كل شهر من أجل المساهمة في اقتصاد عائلتهم. Je n'ai pas besoin de me la péter avec des voitures de luxe. Je n'ai pas besoin de me la péter avec des voitures de luxe. يعني أنا لا أحتاج ليست عندي حاجة. Je n'ai pas besoin de me la péter. طبعا péter المقصود به إخراج الريح من الجسم. المقصود هنا Je n'ai pas besoin de me la péter avec des voitures de luxe. أنا لا أحتاج لأبخرها بمعنى آخر. كما نقول أنا لا أحتاج لأبخرها avec des voitures de luxe. بسيارات فارهة, des manoirs, وقصور, des voyages, وسفريات, et même des jets, وحتى بطائرات خاصة. أنا لا أحتاج لأبخر كل هذه الأعمال المتعلقة بمساعدة الناس. أبخر هذه الأموال في سيارات فارهة, في قصور, في سفريات, وفي طائرات خاصة. Je n'ai pas besoin de me la péter avec des voitures de luxe, des manoirs, des voyages et même des jets. Je préfère que mon peuple reçoive un peu de ce que la vie m'a donné. Je préfère que mon peuple reçoive un peu de ce que la vie m'a donné, a-t-il déclaré. Je préfère, أنا أفضل, le verbe préfère مرة أخرى, أنا أفضل, que mon peuple, بأن شعبي, شعب سنغال, reçoive, يتوصل. عندنا هنا le verbe recevoir. هذا le verbe recevoir. Je préfère que mon peuple reçoive. أنا أفضل بأن شعبي يتوصل un peu de ce que la vie m'a donné. أنا أفضل شعبي يتوصل un peu شيئا ما de ce que la vie, كما نقول من الذي الحياة ما دوني أعطتني. هنا المقصود أنا أفضل بأن شعبي يتوصل بشيء مما أعطتني الحياة. أنا أفضل أن يتوصل شعبي بشيء ما مما أعطتني الحياة. أنا ابتسمت للحياة, تحققت لي الكثير من الأمور. أنا أريد أن أتقاسم مع شعبي ما أنعم الله علي به. إذن je préfère que mon peuple reçoive un peu de ce que la vie m'a donné, a-t-il déclaré. إذن أنا أفضل أن يتوصل شعبي بشيء مما الحياة أعطتني, a-t-il déclaré. إذن صرح هو respect. طبعا الكاتب يقول respect يعني احترام لهذا الشخص الذي يفكر بهذه الطريقة والذي يتقاسم طبعا ثروته مع شعبه. إذن بدلا أن يتكبر مثلا على الشعب, على العكس هو يفكر بمآسي شعبه ويحاول بما استطاع التخفيف عن هذا الشعب من فقره. إذن نكتفي بهذا القدر, حياكم الله وإلى لقاء قادم, ورمضان مبارك سعيد.